وزارة الصناعة والمعادن تضع الحجر الأساس لبناء 4 مصانع جديدة في بغداد، تشمل مصنع إنتاج الأكسجين السائل، ومصنع إنتاج غاز التخدير المستخدم في العمليات الجراحية، ومصنع إنتاج الخيوط الجراحية، ومصنع بخاخات الربو، من أجل رفد المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية المحلية وسد العجز القائم فيها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وضعنا حجر الأساس لمشروعين أساسيين في التابع لشركة أدوية سامراء. هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير جدا، أولا في دعم القطاع الصحي، وأيضا لتشغيل الأيدي العاملة والكوادر الموجودة في وزارة الصناعة والمعادن، كون هذه المشاريع تعتبر مشاريع جديدة ورائدة، ولم يسبق للعراق قسم منها أنه دخل في هذا المجال. اليوم وضع حجر الأساس كان ل4 مشاريع أساسية. حقيقة أنه شركة أبيات سامراء سعت إلى إيجاد شركاء حقيقيين لدعم الصناعة الوطنية و دعم وزارة الصحة في احتياجها من المستلزمات الطبية والأدوية، الأولى من نوعها في العراق والثالثة في الشرق الأوسط. فمصانع البخاخات والخيوط الجراحية لم يسبق أن تشيد على أرض العراق، لتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات للمستثمرين من أجل تشييد هذه المصانع. احنا لو ما شايفين هذا التعاون من الحكومة ووزارة الصناعة ما كان جينا استثمرنا بهيك مجالات. راح نستثمر نسوي معمل لإنتاج الخيوط الجراحية اللي هو أول مرة في العراق وثالث في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تقريبا تفوق 10 مليون سيت بالسنة، وراح نسوي معمل بخاخات للربو همينة بطاقة إنتاجية تفوق 9 مليون عبوة سنويا. وإحنا السقف الزمني ما يتقيد 28 شهر، بس إحنا بتسهيل رب العالمين يعني حاطين احنا ببالنا مده 12 شهر الى 14 شهر الموضوع كامل ان شاء الله. العراق بلد يفتقر لمثل هذه المصانع المهمه التي يجب ان تتجه الى تشييدها الحكومات المقبله لسد حاجه القطاعات الحكوميه والعامه ودعم المؤسسات الصحيه خصوصا، فهي اليوم تفتقر للعديد من المستلزمات الطبيه. من بغداد، محمد فراس، قناه التغيير.